رجوع للمدارس بيساعدنا اوتوماتيك ان يومنا يبقى متنظم، حقيقي صحياننا حقيقي ونومنا واليوم بشكل عام يبقى متنظم. ده هي. هل تنظيم اليوم ومواعيد النوم له علاقة بالدايت او الخساسين؟ بصي اه طبعا، لان انا لما بظبط يومي بظبط وجباتي. يعني احنا في رمضان بغض النظر عن الحلويات، انما لما بيبقى عندنا بيولوجيكال اور بنجوع فيها، بنفطر على المغرب، بتلاقي نفسك انت جسمك بيجوع في الوقت ده. فلما بتظبطي اليوم بتاعك، عندك ساعه فطار، عندك ساعه غدا، عندك سناك او حاجه بتاخديها بالليل، بتبقي بتجوعي في الوقت ده، فبتبطلي بقى النقنقه او ان انت مش ماسكه طبق بايدك. يعني في امهات كتيره دايما بتزيد في الوزن، ليه؟ لانها ما بتمسكش طبق، هي طول النهار بتاكل وهي بتطبخ، باقي من الطفل ده معلقتين بتلقط. باقي بتلقط. فانت هي شايفه ان هي ما بتاكلش، هي مش عارفه هي بتتخن ليه. بس لما بنظبط اليوم وبنظبط المواعيد وبنقعد مع بعض نتغدى وكده، بيبتدي الدنيا تبقى احسن. وطبعا الهرمونز بتظبط بقى، الجروس هرمون والكورتيزون والحاجات دي كلها بتظبط مع النوم كويس، لان في الصيف ما بيبقاش نايمين كويس او بنسهر بالليل. لما نظبط نومنا، ننام بدري، نصحى بدري، نظبط عدد الوجبات، هتبقى احسن اكيد. الجراس هرمونز ممكن يظبط لوحده مع اه تنظيم اه مع وقت الأكل؟ مع تنظيم النوم وتنظيم الاكل. أوكي. لما باكل اكل فيه بروتين عالي بالليل بيظبط الجروس هرمون، لما بنام بدري بيظبط الجروس هرمون. طيب بالنسبة للرجالة والكرش، بصي الشيف حسن انا على سبيل ما كانش كده على فكرة، انت تخنان، انا انت تخنان، اللي كلت الخروف والله مش انا انا. ما لا باكلش، ما كانش كده اول ما انا ما بدأنا باكلش. الكرش. بصي اهو اهو دي شكوى الراجل، انا ما باكلش بس كرشي بيكبر. هل كرش الموضوع ده الصيف؟ له قال لي حل؟ كرش الصيف قصدك؟ عز ده ولا ايه؟ ده كرش الصيف، ده كرش الصيف بس هو وبيختفي بعد الصيف ما بيروح. بس هو بالظبط، هما الفكره ان الرجاله بيخسوا اسرع من البنات بكتير بجد؟ يعني شفتي؟ للاسف دي حاجه، للاسف دي حاجه مش في صالحنا. بس هما الحرق عندهم اعلى، الكتله العضليه عندهم اعلى، فاول ما بيبتدوا يظبطوا اكلهم بينزلوا. الكرش ليه؟ لان الفاتس تقسيمه الراجل بتميل الى الابل شيب اللي هو شكل التفاحه، شكل التفاحه. البنات بيبقوا يا ابل يا بير شيب، في اشكال تانية زي البنانه او حلوه كده. انما مين لي الرجاله بتبقى ابل شيب، فبتبقى نسبه الدهون عندهم زياده في الحته بتاعت الباطن. وعلى فكره دي مش صحيه، ده بالعكس، ده بالنسبه للرجاله بتبقى خطر، لان دايما لما البنت بتبقى بتزيد من تحت، تحت مفيش اورجنز، يعني مفيش قلب ولا رئه ولا حاجات. انما لما بتزيد من فوق، لما بتزيد من فوق او لما الراجل بيزيد، تلاقي نفسه ابتدى يتاثر، هضمه ابتدى يتاثر، ما يقدرش يطلع السلم زي الاول، يجيله ارتجاع. الشيف حسن بيشتكي من الحاجات دي من اول. انا كل رشاك انا بطلع الدور 12. كاش ملوش دعوه، هيطلع. سؤال، ساعات يعمل دايت او الرجاله يعني وبرده ما يكرش، ما تشاوريش عليا لو سمحت. بصفه عامه، هي بتتكلم بصفه عامه. الرجاله، قول السؤال بتاعك من غير ما تشاور. انا بقول الرجاله ساعات تعمل دايت، ايوه الرجاله، ايوه، لكن برده ما يخسوش من منطقه الكرش. لازم رياضه عشان نخسس الكرش؟ لا بصي، هو بينزل الكرش ده عز يا بنت، يعني ما فيش دايت معين ولا رياضه معينه بينزلوا حته معينه، انت بتنزلي من كل حته. حتى منطقه البطن بالنسبه للستات او كمان الامهات اللي بيبقى عندهم مكان السيزيريان او كده، لسه انت والده. بتنزلي انت بتنزلي من الجسم كله، بس التقسيمه جيناتيكلي الحته دي فيها فاتس اعلى، فالحته دي بتفضل فيها دهون اكتر. عشان تنزل لازم انزل من جسمي كله، وما بلعب رياضه بقوي العضله اللي ورا. يعني اما بلعب تمارين بطن، انا مش عشان بطني تنزل، انا عشان بطني تتشد، عشان العضله اللي وراها تبقى احسن. فهي يعني اول ما حد يعمل دايت راجل او ست هيلاقي البطن بتنزل، بس يمكن لبقيه جسمه هي لسه اعلى حته. اوكي.